تم تأهيل عدد من الشبان في الفترات الماضية للغوص في الأعماق وتعلم الصيد بالمسدس، واستطاع يعني العدد من الشبان الاستفادة منها لتوفير مصدر رزق خاص بهم، يعني في ظل انه ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة. لكن في بعض المعيقات، يعني معيقات كبيرة اللي احنا بنواجهها في غزة، اولها بتعلق بنقص المعدات، يعني واذا توفرت كمان بتكون بأسعار مضاعفة بسبب ظروف الحصار المفروض على قطاع غزة. تعتبر يعني هذه الهواية المفضلة بالنسبة إلي، من خلالها أنا بحاول أن أحتك في البحر، أعيش أجواء البيئة البحرية بنزول الأعماق مختلفة ما بين 3 إلى 5 إلى 7 أمتار. على الصعيد الشخصي بالنسبة لهذه الرياضة، أنا بحاول أهرب من المشاكل اللي بتعيشها غزة. بنزل البحر وأسعد أوقاتي لما أنا بصيد سمكة كبيرة وأروح فيها للبيت. بيفرحوا كثير، بينبسطوا الأولاد، بيفرحوا عليها. إحنا في غزة كمان إحنا بنحتاج إنه إحنا نتعلم هذه الرياضة على أساس علمي. يعني في دول برا بصير في مسابقات دولية، في منظمات دولية بترعى هذه الرياضة، لكن للأسف هذا الأمر عندنا في غزة مفقود إطلاقا. يعني إحنا بنتعلم من خلال النت، من خلال اليوتيوب، من خلال بعض الأصدقاء متواجدين في مصر أو في أوروبا، أو من خلال متابعة صفحات الفيسبوك لناس بيمارسوا رياضة الغوص الحر من أوروبا. بحر غزة بيستحق منا احنا كمواطنين فلسطينيين انه احنا نحافظ عليه باي ثمن كان. البيئة البحرية جميلة جدا، في كائنات حية تعيش تحت الاعماق، في شعاب مرجانية، هذه كل الامور بتتأثر بموضوع التلوث اللي احنا بنعاني منه وكافة المواطنين بيعانوا منه، في تصريف مياه صرف صحي. فعشان هيك احنا بندعم اي مبادرة كرياضيين او كممارسين رياضة الغوص الحر، بندعم اي مبادرة انه من شأنها تحافظ على هذه البيئة، لانه بتستحق منا ان احنا نحافظ عليها، خصوصا انها وسيلة الترفيه الوحيدة للمواطنين عندنا في قطاع غزة.